واضح أن تركيا ما زالت على موقفها من هذه الأزمة التي تجري ما بين أذربيجان وأرمينيا، وهي تساند بشكل كامل الإقليم أو أذربيجان في عملياتها العسكرية التي أطلقتها في مؤخرا. هناك يعني تصريح جديد كان من الخارجية التركية تحدث عن هذا الأمر بشكل واضح، وقال بأن أنقرة يعني تقف مع المخاوف الأذربيجانية التي تتعلق بإقليم قرباد هناك، وهو الإقليم المختلف عليه. وأيضا الرئيس التركي كان قد ذكر بتصريح واضح بأن على الجميع أن يقر بأن إقليم قرباد هي أرض أذربيجانية، ولن يتم قبول فرض وضع آخر غير هذا على الإطلاق. كذلك كان يعني البيان الصادر عن الخارجية التركية واضح بأن الحرب الأذربيجانية الآن التي أطلقتها أو العملية العسكرية التي أطلقت هي من أجل إرساء القواعد الدستورية الأذربيجانية في تلك المنطقة، وأنها محاولة من قبل أذربيجان لاستعادة حقها في حكم الإقليم. إذن الموقف التركي واضح حتى الآن. هناك مكاسب تركية بالتأكيد من خلال الاتفاق الذي أبرم مؤخرا والذي أوقف الحرب ما بين الطرفين أذربيجان وأرمينيا في نهاية عام 2020، وقالوا بأن هذا الاتفاق أهم مكتسباته هو كان خلق ممر بري ما بين أذربيجان وما بين تركيا، وبالتالي أصبح هناك ممر ما بين الدولتين. وكان الحديث في تلك الفترة على أن أذربيجان وتركيا هما شعبان في شعب واحد في أرضين مختلفتين. إذن الموقف التركي مساند للعملية الأذربيجانية، وهناك مكاسب تركية في هذا الأمر، وأيضا يبدو أن تركيا تحاول أن تقوي موقفها في ضبط السلام وإعادة إرساء القواعد هناك، لا سيما بأن هناك يعني تصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي الموقف الروسي في ضبط تلك المنطقة ربما يكون مهلهل، علما بأن قوات حفظ السلام الموجودة هناك كان للجانب التركي دور بها. وأيضا كان هناك تصريحات أذرية تحدثت عن أن أذربيجان أطلعت الجانب الروسي وأيضا الجانب التركي في عملياتها العسكرية التي أطلقتها في مؤخرا في ذلك الوقت.